السلام عليكم الإخوان، حياكم الله، معكم أخ ديالكم علي باريش. في هذه الأثناء كاين واحد الفوضى، مظاهرات عارمة، تخريب نهب الممتلكات في مدينة باسكنو أقصى الشمال الموريتاني. خطورة هذه الاحتجاجات وقع فيها سفك الدماء، وقع فيها عملية قتل. خطورة كتجلى على أن هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات بدأت بين الموريتانيين اللي سكنوا في مدينة باسكنو أقصى الشمال الموريتاني على الحدود مع الأزواد، والأزواديين اللي هما لاجئين في هذه المدينة. كيف كذلك نعطيكم على سبيل المثال باش تفهموا أكثر، الصحراويين متواجدين في مخيمة تلوك أو ساكن في مخيمة تلوك. تم تكسير سيارة الشرطة من قبل المتظاهرين الآن أقصى شرق أكثر من 100,000 لاجئ أزواضي حاملين جنسية مالية واللي لجؤوا الأراضي الموريتانية نتيجة الحرب القائمة اليوم في الشمال المالي اللي هي أرض الأزواض بين الجيش المالي والأزواضي. الاحتجاجات وهذا الفوضى وهذه حقيقة انفلات أمني في مدينة باسكنو سببته هو مقتل شاب موريتاني ليلة أمس، جبره مقتول بطعنات. وهذو الموريتانيين اللي سكنوا هذه المدينة اتهموا هذا اللاجئين الأزواديين الماليين اللي لجؤوا عندهم في مدينة باسكنو فرارا من الحرب القائمة بالجيش المالي والجيش الأزواري. الشاب اللي تقتل واللي جبروه مطعون بعدة طعنات خنجر مسكين اسم تاعو هو ببا، ويبا وليحفظ والسيبان عائلته وهلو جبروه مطعون. تهموا هذو اللاجئين الأزواريين اللي جايين من الشمال المالي وشهدوا البارح المجموعين والتطور الأحداث. علاش؟ لأنه هاد اللاجئين الأزواديين جبروا وتصادفوا وتصدموا حتى الموريتاني وحتى الأمن الموريتاني لأنهم مسلحين. اللاجئين جايين من الشمال المالي اللي أرض الأزواد مجيش مسالمين، جايبين معاهم أسلحة نظرا لانتشار السلاح في منطقة الساحل والصحراء بالضبط الشمال المالي. وهنا في قد جلة الخطورة، تدخل الجيش الموريتاني، تدخل الدرك الموريتاني، وتدخل الشرطة الموريتانية والمخابرات الموريتانية على وجه السرعة للسيطرة على هذه الاحتجاجات وهذه الفوضى العارمة واللي تسببت في شلل تام الحياة العامة والحياة العادية لهذه المنطقة، بحيث على أنهم محتجين مش فقط على أنهم استهدفوا هاد اللاجئين الأزواديين، بل حتى أنهم استهدفوا هذه المؤسسات الموريتانية من مدارس وكليات ومقرات الشرطة ومقرات الدرك والجيش، وبالتالي تسبب في هذا الحجم الكبير من الفوضى. ومازال لحد اللحظة راهو نتكلم معاكم وتوصلنا الأعضاء، لأنه هذه الفوضى وهذه الاحتجاجات وهذه الشباكات بين الموريتانيين والأزواديين تطورت بشكل كبير. شوفوا الفيديوهات، حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. هذا الفيديو
تم تكسير سيارة الشرطة من قبل المتظاهرين الآن في مقاطعة باسكنو.